بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ نحكي في هذا الفيديو ونكمل من عند ما وقفنا. احنا حكينا بفيديو سابق عن الجلوميرولونيفرايتس او عن احد امراض الجلوميولار او عن الجلوميولار ديزيز اللي هو بنسميه جلوميرولونيفرايتس. هلا حكينا انه في عندنا اكثر من تقسيم للجلوميولار ديزيز. في عنا طبعا في عنا زي ما حكينا انه الجلوميرولونيفرايتس لها اكثر من تصنيف. من اهم التصنيفات لها حسب السيمتومز او حسب الاعراض اللي بتترافق معاها. تقسم الجلوميرولونيفرايتس لنوعين رئيسيات اللي هي النيفريتك سيندروم والنيفريتك سيندروم. رح نيجي نحكي عن كل نوع بشكل منفصل وبالتفصيل. بالنسبه طبعا ل النيفريتك سيندروم، النيفريتك سيندروم تتميز دائما بوجود الار بي سيز او بوجود البلد باليورين، تتميز بالهيماتيوريا اللي هي وجود البلد باليورين، وبتتميز بالار بي سيز او بوجود الار بي سيز كاست اللي هو انتم عارفينها، هي عباره بتكون عن غلاف بروتيني بيحتوي على مجموعه من الار بي سيز بالشكل التالي اللي انا هيني عم برسم لكم اياه. من الاعراض كمان اللي بتترافق دائما مع النيفريتك سيندروم هو الهايبرتنشن او ارتفاع في ضغط الدم. رح تشوف انه ارتفاع ضغط الدم رح يكون موجود في النوعين من الجلوميرولونيفرايتس. في عنا سلايت اور مودريت بروتين يوريا. شو يعني هذا الكلام؟ يعني انا عندي بروتين يوريا، عندي وجود للبروتين في اليورين، لكن هذا الوجود او هذا وجود البروتين ايش ماله بيكون كمية بسيطة او كمية متوسطة، يعني ما بيكون شديد، بيكون موجود البروتين مثلا تريس او بلس ون فقط لا غير، ما بيكون موجود مثلا بلس ثري بلس فور، لا كمية البروتين اللي بتكون موجودة عندي في اليورين قليلة ما بتكون كبيرة. طبعا اكيد رح يترافق مع هذا الكلام هايبو البونيميا، يعني بده يقل نسبة الالبومين في الدم. وانتو عارفين انه الالبومين ايش ماله او شو وظيفته الاساسية، بتحكم بالضغط الاسموزي. طالما انا عم بحكي عن قلة او خلينا نحكي ديكريز في مستوى الالبومين، معناته عم بحكي عن تجمع للسوائل، عم بحكي عن خلل في الضغط الاسموزي. هذا الاشي اكيد بده يؤدي لي للعرض الخامس اللي هو الاديمة، اللي رح نلاحظ انه الاديمة موجودة في الجهتين، في النيفروتيك وفي النيفروتيك سيندروم، موجودة في الحالتين. طيب ايش يا مس هم اهم الكوزز اللي تعمل لي النيفروتيك سيندروم؟ انتو عارفين انه في كتير اسباب حكيناها اللي هي بتكون او بتسبب الجلوميرولونيفرايتس او بتعمل الجلوميولار ديزيز. في كتير امراض واشياء حكيناها المرة الماضية او في الفيديو الماضي اللي من اشهر الاسباب اللي بتعمل لي نيفريتك سيندروم بالاعراض هذه اللي حكينا عنها اللي هي البوست ستريبتوكوكس جلوميرولونيفرايتس. زي ما حكينا انه واحد بيكون عنده التهاب لوز عادي تونسيلايتس سببها مثلا ستريبتوكوكس، بعد ما يطيب من هذا الالتهاب اللي سببه بكتيريا الستريبتوكوكس للاسف انه الكومبلكسز او الانتيجين انتي بودي كومبلكسز اللي تكونت ما بيكون انه قضى عليها الجسم بشكل كامل، بتترسب اجزاء منها في الكدني او على الجلوميولار وبتعمل لي جلوميرولونيفرايتس. الحاله الثانيه هي اكثر حالات السي ال اي او اكثر حالات اللوبس او اكثر حالات مرض الذئبه، اكثر حالات مرض الذئبه. وانتم عارفين انه مرض الذئبه هو عباره عن انتي بودي بتكون اجينست اجينست يعني الجسم نفسه او الجسم بيحارب نفسه. ممكن تكون هذه الانتي بودي ضد النيوكلياس في الخلايا، ممكن ضد انواع خلايا معينة الى اخره. موضوع اللوبس طبعا موضوع كتير كبير. طيب هذا الاشي المهم انك تعرفوا عن ايش، عن النيفروتيك سيندروم. رح نيجي نحكي عن النيفروتيك سيندروم. بالنسبة للنيفروتيك سيندروم الاعراض شوي تختلف عن النيفروتيك، طبعا مش كل الاعراض، بعض هذه الاعراض. من اهم الاعراض طبعا اللي بتترافق معاها، لهون احنا كنا حاكيين سلايد تو مودريت بروتين يوريا، هون لا
سيفير بروتينوريا، يعني كمية البروتين اللي منلاقيها باليورين بتكون إشمالها كمية كتير كبيرة، بتكون كمية كتير كبيرة. طيب هل ما يميز هذا النوع أو الخاصية الأساسية أو السيمتومز الأساسي أو السيمتومز، خلينا نحكي الكي سيمتومز أو السيمتومز الأكثر أهمية، اللي هو يا جماعة الليبيد يوريا أو وجود الليبيد في اليورين، وجود الليبيد في اليورين. مرة تانية بعيد، وجود الليبيد في اليورين أو وجود المواد أو الدهون في اليورين. طبعا كيف تنوجد في اليورين؟ على شكل فاتي أسيد كاست، أو على شكل عفوا فاتي كاست. إيش يعني؟ يعني عبارة عن نفس الغلاف البروتين لكن في جواته ايش بيكون؟ بيكون ليبيد، في جواته ليبيد زائد أو يعني or and، يعني مرات بيكون الجهتين ومرات بيكون اشي واحد، يا اما فاتي كاست او اوفل فات بادز. شو يعني اوفل فات بادز؟ اوفل فات بادز يا جماعه يعني بيكون خلايا من الرينال ايبيثيليال سيل، هاي الخلايا تجمع داخلها ليبيد فصار شكلها مثل صار شكلها اوفال او صار شكلها بيضوي، تمام، ونزلت في اليورين بعيد مره ثانيه. الاوفال فات سيل هي عباره عن شو؟ هي عباره عن خليه، هي راح ارسم لك اياها هون تحت مشان ما تتخربط. هي عباره عن خليه، تمام، اما بتكون الخليه هاي اصلا هي رينال ايبيثيليال سيل، اما بتكون رينال ايبيثيليال سيل، او بتكون ماكروفاج، او بتكون ماكروفاج اوف كيدني، تمام. جمع داخلها يا جماعه الخير او انوجد داخلها، جمع داخلها ليبيد فصار ايش ماله؟ صارت زي الفطبول، يعني صارت كبيره، صارت اوفال، تمام، ونزلت طبعا باليورين، طيب ايضا من الاعراض المشتركه خلينا نحكي بين الجهتين اللي هي الايديما والهايبرتنشن، هي موجوده هون وموجوده هون. طبعا رح يكون في عندي هايبر ليبيديميا. ايش يعني هايبر ليبيديميا؟ يعني رح تلاحظ انه كميه الليبيد في الدم رح تكون مرتفعة، رح يكون التريجليسرايد مرتفع، رح تكون الكوليسترول مرتفع، رح يكون حتى الفوسفوليبيد مرتفع، يعني الدهون بأنواعها المختلفة رح تكون إشمالها مرتفعة، رح تكون مرتفعة في الدم. أهم الكوزز اللي بنتج عنها النيفروتيك سيندروم هي ليبيد نيفروسيز، يعني أي مشاكل. طيب من اهم الاسباب اللي طبعا بنتج عنها النفروتك، في عنا الليبيد نفروسيز، يعني مشاكل معينه خلينا نحكي في او احد مشاكل الليبيد ميتابوليزم اللي بتصير عندي في الجسم. الديابيتس ميليتاس، طبعا ليش؟ لانه يعني انتم عارفين انه في الديابيتس ميليتاس الجسم ببطل يقدر يعتمد على استخراج الطاقه من السكر، بصير يحاول يستخرج الطاقه من الدهون، وهذا الشيء طبعا بيرفع من كميه الكيتون بادز اللي بتكون موجودة. ففي هاي الحالة ممكن أنا يكون في عندي النفرتك سيندروم. كذلك الأمر الأمايلدوزز اللي هو واحد من الأوتو أميون ديزيز، اللي بيكون في عنا أنتيبادي ضد طبعا الأديبوز تيشو، أو يعني باختصار له دخل في كمان في الليبيد ميتابوليزم. في عنا سم كيسز أوف سي أل إي، يعني بعض حالات اللوبس. الملتيبل ميلوما اللي هو الكانسر اللي بنتج عنه أو أحد أنواع سرطانات الدم. طبعا هدول كلهم او اغلب هذه الاسباب بترافق معاها مشاكل في الليبيد. هلا ليش بترافق معاها مشاكل في الليبيد؟ يعني في بعض الحالات مش معروف، يمكن معروف في الدي ام او في الديابيتس، لانه الجسم ببلش يعتمد بشكل اساسي على الليبيد في استخراج الطاقه بدل من اعتماده على الكربوهيدرات. لكن في بعض هاي الامراض لسه مش معروف ليش عماله بيصير انا عندي مشكله في الليبيد، وليش الليبيد عماله بنزل في اليورين.
بحكي لك الاشي المؤكد انه الليبيد بزيد كمية البرودكشن او الليفر بزيد من كمية تصنيعه، وكذلك الامر بتقل عمليات الميتابوليزم تبعته او بقل ايض الليبيد. هذا الاشي طبعا بشجع على انه الجسم يتخلص من كميات الليبيد الزايدة في الدم في اليورين. لكن ليش هو اصلا بصير هيك لسه مش معروف، يعني ليش بالامراض هذه اصلا بصير انه او بصير مشكلة في الليبيد مش معروف بشكل اساسي، مش معروف بشكل اساسي. هاي يا جماعة اللي موجود عندك هون عن النفرتك سيندروم والنفرتك سيندروم. طبعا راح امر انا وياكم على الكتاب حتى نشوف شو كاتب عن هذا الموضوع او شو كاتب عن هذه النقطة. طبعا راح نيجي هون عنا على النفرتك سيندروم. طبعا النفرتك سيندروم زي ما انتم شايفين كاتب لكم طبعا انه التصنيف سواء النفرتك او النفرتك بيكون بيعتمد على السيمتومز، بيكون بيعتمد بشكل اساسي على السيمتومز. طبعا كاتب لك هون شو اهم الاعراض اللي هي مع النفرتك، اللي هي هيماتويوريا، الار بي سي كاست، مودريت بروتين يوريا، في عندنا هايبو البونيميا، ايديما، هايبرتنشن اللي هي كتبت لكم اياهم، اهم الاسباب اللي هي البوست ستريبتوكوكس جلوميرولونفرايتس، وفي عندنا كمان اللي هي سيستميك لوبس اريثرومايتوسيس. طيب بالنسبه للنفرتك سيندروم حكي لك هنا طبعا انه بيكون في عندنا سيفير بروتين يوريا، حتى انه كميه البروتين بتكون اكثر من 3.5 جرام بير داي، يعني اكثر من 3.5 جرام بير داي بتنوجد في اليورين. في عندنا طبعا الهايبو البونيميا، في عندنا الليبيد يوريا، الهايبر الليبيديميا يعني بتزيد كميه الليبيد في الدم. طبعا في عندنا ايديما وهايبرتنشن، هي مشتركه بين الجهتين. طبعا النفرتك سيندروم ما في هيماتيوريا، يعني ما بيكون في عندنا لا ار بي سي كاست ولا وجود ار بي سي في اليورين، وحتى لو في بتكون كميه كتير بسيطه ما بناخذها بعين الاعتبار، ما بناخذها بعين الاعتبار. اهم الاسباب يا جماعة في عنا ليبيد نيفروسيس، في عنا شو اسمه بعض السيستميك ديزيز زي الديابيتس، امايلدوسيس، سيستميك لوبس اريثرومايتوسيس بعض الحالات زي ما حكينا، مالتيبل ميلوما الى اخره. طبعا ليش احنا اصلا بصير في عنا هايبر ليبيديميا في هاي الامراض او مرتبط مع هاي الامراض؟ طبعا مش معروف، هاي الميكانيزم مش معروفة، لكن بشكل اساسي بزيد انا عندي سنسيتيف للايبوبروتين او للبروتين، وبقل عندي الميتابوليزم، بقل عندي الميتابوليزم. طبعا من اشهر الاشياء طبعا اللي انا بلاقيها في اليورين اللي هي الفاتي جلوبيولز او اللي هي الفاتي كاست، وفي عندنا الرينال ابيثيليسل او الماكروفاج تاعت الرينال ممكن زي ما حكينا يصير في جواتها ليبيد وتصير عندنا اسمها اوفال فات بوديز. طبعا الشيء اللي بدي احكيه هون انه قديش هذا السندروم او قديش هذا النوع من الجلوميرولونفرايتس شديد سواء في النفرتك او في النفروتك بيعتمد على 3 عوامل. العامل الاول اللي هو نمبر اوف جلوميولار انفولف، ايش يعني؟ يعني كم كوب او كم نفرون في مشكله، كم نفرون داخل في المرض او في الاثر تبع اللي تركه المرض عندي. الميكانيزم اوف انجري يعني نوع المرض او نوع السبب اللي عامل لي السندروم او اللي عامل لي جلوميرولونفرايتس بشكل عام. كذلك الامر ريبيديتي اوف ديزيز اونست، ايش يعني؟ يعني سرعه تطور المرض، هل هذا المرض عم بتطور شوي شوي ولا بسرعه؟ طبعا هاي العوامل الثلاثة بتتحكم بشدة الأعراض اللي حكينا عنها سواء في النفرتك أو في النفرتك، يعني العوامل هدول هي مشتركات للنفرتك ولا النفرتك. هلأ بحكي لك إنه بتصير حالة النفرتك أو النفرتك كرونيك وممكن تتحول لكرونيك رينال فيلير إذا كان في عندي مشكلة في 80 ل 85% من النفروسز في
في الكدني. طبعا من اهم العلاجات او العلاجات بشكل اساسي هم شغلتين، الانتيبيوتيك ثيرابي اذا كان عندي انا يعني سبب انفكشن، طبعا من هو معالجه السبب، هو معالجه السبب، او انه يكون عندي السبب هو الكورتيستيرويد، او اني اعطي شو اسمه، اني اعطي ستيرويدز، او اني اعطي ادويه اللي هي الكورتيزون اللي هي في حال ذاتيه المناعه، في حال ذاتيه المناعه. ضل عندنا الجدول هذا اللي هو عباره عن اهم الفحوصات المرتبطه مع الجلوميرولونيفرايتس بشكل عام، سواء في هاي الحاله او في هاي الحاله. راح نحكي ايش الاشياء اللي بتكون في النيفروتيك او في النيفروتيك. طبعا بالنسبه للوايت بي سيز هي ممكن تكون نورمال، ممكن تكون انكريز حسب شو السبب. يعني اذا السبب مثلا بوست ستافيلوكوكس، هذا اكيد يعني بعد انفكشن، فاكيد الوايت بي سيز راح تكون عاليه. بالنسبه للار بي سيز والهيموجلوبين، اذا انا كان عندي نيفريتك اللي هي الأولانية اللي أصلا مرتبط معاها هيماتيوريا، أكيد وجود اليورين عفوا البلد في اليورين ممكن يعمل لي أنيميا. لكن في حالات ممكن إيش يكون عندي أنا الوضع نورمال، إذا كان السبب إشي تاني، إذا كان السبب إشي تاني. يعني إذا كانت نوع نفرتك، ما تتوقع أنه أصلا يكون عندك نقص في الهيموغلوبين أو الأر بي سيز، لأنه أصلا أنا ما بيكون في عندي هيماتيوريا. طيب بالنسبة للإي أس آر رح تكون إنكريز، لأنه بكل الحالات رح يكون انت عندك التهاب في الجلوميولار. بالنسبة للصوديوم، البوتاسيوم، الكلور، الكربونات، بالاغلب رح تكون او تقريبا رح تكون نورمال، لانه هاي الاشياء كلها وين بس لها ري ابزوربشن في التيوبولار، بتلاقيها في التيوبولار ديزيز، او المرض كان في انابيب الكلية بتلاقيها صارت نازلة او صارت واطية. الكالسيوم ممكن يكون نورمال اذا الحالات، اذا الحالة بسيطة حسب شدة الحالة، ممكن يكون ديكريز، لانه في الحالتين او في نوعين من الجلوميرولونيفرايتس كان عندك ايش، نزول في الالبومين. لما بنزل الالبومين اذا قعدنا فتره طويله رح ينزل اكيد الكالسيوم، لانه عارفين انتوا انه الكالسيوم بيحمله الالبومين. الايونايزد كالسيوم اللي هو الكالسيوم اللي لحاله اللي بيكون فري مش مرتبط مع الالبومين طبعا رح يكون نورمال. اليوريا الكرياتينين ممكن لاحظ فيهم زياده بسيطه. بالنسبه للليبيد، الليبيد رح يكون موجود وين؟ شوف هو حاطط لك هون تنتين ستار. شو يعني تنتين ستار؟ بحكي لك هون لو جيت على النوتس بحكي لك الستار الوحده يعني اشي موجود في النفرتك، التو ستار يعني اشي موجود في النفرتك اللي هي الثانيه. فلو اجينا طبعا انتوا عارفين انه الليبز مرتبط مع النفرتك، فايش حاطط لك هون؟ حاطط لك نجمتين. طيب بالنسبه للالبومين اكيد رح يكون ديكريز في الحالتين، اكيد رح يكون ديكريز في الحالتين. طبعا عم بحكي في البلد، عم بحكي عن الالبومين في البلد. الاي اس او تايتر اللي هو هذا يمكن اخذته بالمناعه اللي هو بدل على بكتيريا ستريبتوكوكس، فقط بيكون مرتفع اذا كان السبب اللي عامل لي الجلوميرولونيفرايتس اللي هو البوست ستريبتوكوكال جلوميرولونيفرايتس. اذا كان السبب شيء ثاني راح يكون طبيعي. الجلوميرولار فلتريشن ريت بالاغلب راح يكون سلايتلي ديكريز، يعني راح يكون ديكريز شوي، الا اذا لا سمح الله اتطورت عندنا الحاله لكرونيك رينال فيلير، طبعا هون بيكون في شيء ثاني او في حد. هلا بالنسبه للاشياء اللي بتكون لو احنا اخذنا عينه 24 اور يورين سامبل، بالنسبه للفوليوم طبعا حجم اليورين رح يكون اقل من الاشي الطبيعي، او الفوليوم تبع اليورين رح يكون اقل من الاشي الطبيعي. طبعا ليش؟ بسبب قلة البلد فلو او حجم الدم اللي واصل للكلية. البروتين اكيد بده يكون موجود، بده يكون انكريز خصوصا في النفرتك، شوفوا خصوصا في النفرتك رح يعدي الثلاث الخمس جرام بير داي. هلا زي ما حكينا في النفرتك اللي هي الاولى فقط ممكن يكون يعني ايش ماله سلايتلي ديكريز، يعني ممكن يكون فقط وجود عفوا سلايتلي انكريز، رح يكون موجود بروتين بكميات قليله. رح نيجي نحكي على الاوزمولاريتي، رح تكون زايده لانها الاوزمولاريتي بتعبر عن كميه الاشياء الصلبه باليورين. بالنسبه لليورا والكرياتينين في اليورين ممكن تكون شوي نازله. بالنسبه يا جماعه تحت الميكروسكوب، هلا انت رح تلاحظ الار بي سيز او الار بي سيز كاست اللي هي في حاله نجمه واحده
نفرتك اللي هي الاولى. الوايت بيسيز راح تكون موجوده بكل الحالات، اما الكاست طبعا هي الار بي سيز كاست في الحاله الاولى، الفاتي كاست في الحاله الثانيه، الاوفال فات او الفات دروبلت او اي شيء له دخل في الليمت اكيد راح يكون مرتبط بايش، بالنفروتيك سيندروم. بالنسبه للابيرينس تبع اليورين راح يكون بالاغلب براونش، راح يكون بالاغلب لونه براونش. لحد هون يا جماعه بنكون خلصنا هذا الجزء من المحاضره، يعطيكم العافيه.